اشتهرت محافظة بابل بزراعتها لمنتوج الباقلاء، ما جعل أكلة الباقلاء بالدهن الحر هو الفطور المفضل لأهالي المحافظة والوافدين إليها من محافظات أخرى، هذا فضلا عن زهد ثمن تلك الوجبة الغنية بالبروتين قياسا للوجبات الأخرى. اللي اشترت في الباقلة، لأن زراعة الباقلة هي بصورة رئيسية بمحافظة بابل، سواء داخل المحافظة أو بأطراف المحافظة تابعة لمحافظة بابل، هذا السبب الرئيسي الأول. يتألف هذا الطبق من الخبز المنقوع بماء الباقلاء والبقلاء والبيض أو مسحوق البطنج سابقا، حيث مرت هذه الأكلة الحلية المميزة بعدة حقب زمنية وتوارثها الأبناء من الآباء والأجداد حتى لتصبح موروثا شعبيا تميزت به بعض المطاعم، بل واكتسبت تسميتها منه. أكلة مشهورة وأكلة حلاوية، مثل ما قال الشاعر: إذا أردت الكرم موجود تلقاه بالحلة، خبز شعير ومنقع بباقلة. بالنسبة للباقلة مالتنا مميزة بالحلة، المحافظات العراق كلها تعرف الباقلة اللي نجيبها سورية ودرجة أولى من هاي الكبيرة. بالنسبة للدهن، دهن حر احنا نخليه، الخبز درجة أولى، يعني كل شيء نشتغله درجة أولى، من نشتغل شغلة مو زينة أبد. وبالنسبة للعالم متعود على أكلتنا، وأكلتنا مضبوطة ونظيفة، واخذناها من زمن أبويا وصار لها 40 سنة صار للمحل. ولعل الأهالي بهذا الطبق الصباحي المهم لم يثنهم عن تناوله حتى في أجواء ظروف كورونا وإغلاق المطاعم، حيث خصص كوجبة ديليفري تصل لطالبيها بكل مكان. أكيد يعني أنه صار اختلاف، لأنه الناس اللي بالصالة يختلف عن ما بالسفر، أنه الناس تيجي تريد تقعود تريد مكان حلو تبريد، بينما هو يجي بالسفر مثلا ما يلقى مكان أنه يأكل بيه. إحنا خاصة إحنا أغلب معاملنا محافظات نجف وبغداد، إنه هذا دا يجي منا مستطرق يحب يجي يتريق، لما ماكو مكان دا تأثر سلبا يعني على عمل مالتنا. بس احنا دا نحاول يعني قدر الإمكان إنه شوية نواكب الوضيع، مثلا وفرنا خدمة توصيل، نظام السفر شوية طورناه من حيث التليفون وهي عم توصل إنه للزبون حارة، يعني حاولنا قدر الإمكان إنه نحافظ على المادة مالتنا والجودة مالتها بشكل ممتاز، تبقى عم توصلت عجبة. باقي لها مضبوطة بالحلة في ناحية الحلة كلها، يعني أكلة طيب خوش باقي لها وصحيحة ونظيف، شان يومية الصبح إذا ما جت رايق ما أطلع. لا يمكنك أن تمر بمدينة الحلة دون أن تتناول فطورك من طبق الباقلاء بالدهن الحر، فله ميزة خاصة وطعم لا يقاوم اتسمت به المدينة. لبرنامج من العراق، أزهار السلطاني، بابل.